ده الحل؟ هو ده طبعا مش الحل اللي انا شايفه، لكن انا بتكلم على لو الحاج محمد عايز الكلام ده صح، واحنا بنتكلم على اساس ان هو عايز الاسمده اللي هو عايزها، ياخد فلوسه الدعم في ايده ويشتري اللي هو عايزه. ده هو تحرير الاسمده. انا ما بقولش نمنع الدعم، لكن انا بقول له اديله نقدي، لان انا شايف انت الدعم النقدي في الدعم النقدي افضل بكتير قوي من الدعم العيني. وفي كل انواع الدعم اللي موجود في مصر دلوقتي، يعني اس الفساد في مصر ان حاجه يبقى ليها سعرين. اس الفساد في مصر دعم الاسمده بالنسبه للفلاح. لا يا فندم، لا اطلاقا. لسبب واحد، لحد النهارده ولحد بكره ولحد 50 سنة قدام، الفلاح بيشتغل بيستنى شكاره الكماوي زي بتاع ده كحل العين، بيستناه عشان هي عصاته. ليه؟ لان لو ما لهاش في الجمعيه ب 245 او 265 او 255 او باي سعر هي مسعره بيه في الجمعيه، هيطلع يشتريها ب 1200 بره. ليه؟ انا بصرخ وبصوت عالي لكل مستوى مسؤول في مصر، ما لم يتم صرف الاسمده حسب عمر النبات وكشف التركيب المحصولي، يبقى اللي بيبعت الكيماوي اللي احنا مش عايزينه هو صانع للسوق السوداء. عمر ده ما يتحقق ابدا في على الواقع، لان احنا عندنا جامعات الزراعيه ما فيهاش موظفين كفايه ان يدور على كل الاراضي دي. حوالي 6 مليون حياز، يعني اقل قليل من 6 مليون. هتشوف التركيبه المحصوليه انت زارع ايه. في ناس كتيره بتبقى زارعه برسيم، يقول لك انا زارع قمح على اساس ياخد سمان. السمان دلوقتي الفلاح بيجري عليه ليه؟ لانه بيشوف انه حقه. انا ازاي لو خدت انا السمان بتاعي، لو اخد طن من هنا واروح ابيعه في السوق الحر هاخد 15000 جنيه فرق، فاسيبه ليه؟ فده بيجري عليه عشان مدعم. لكن لو مش مدعم، انا ممكن عايز نظارات اشتري نظارات، عايز يوريا اشتري يوريا، عايز اسمد عضوي. يعني انت مع تحرير الاسمده؟ انا مع تحرير الاسمده والدعم يبقى نقدي. لان انا شايف ان معظم الاسمده المدعمه دلوقتي بيروح لناس لا تستحقها، بل في مستفيدين كتير جدا من موضوع في تجاره اسمده. في تجاره. ولو احنا حررنا الاسمده، الاسمده دي اللي في السوق اللي ب 20000 جنيه طن هينزل بكره 12000. احنا مش هنتفق يا فندم. انت يا فندم اتفضل. لن يتم السيطرة على سوق الأسمدة إلا إذا كانت مخرجات مصانع الأسمدة تخدم حالة الزراعة في التاريخ اللي بتوصل فيه الأسمدة. أنت بقولك لف مصر من أول شلاتين لحد البحر المتوسط، تلاقي بيجي لك 95% يوريا وخمسة نترات. إيه الحكمة في كده؟ الزرع ما بيحتاجش 95% يوريا. في جميع دول العالم، في كثير من دول العالم بطلت التسميد باليوريا. وحتى اليوريا لو كانت موجودة أزوت بتستخدم في الأسمدة المركبة 20%. ما هو أنا دلوقتي ما بقاش فيه علم ومعرفة موجودة وحاضرة قدامي وأنا أتكلم بقول ألغي الأسمدة، ألغي دعم الأسمدة. طب الدعم المادة هيقرر لك كام ولا هيديك كام؟ ده هيبقى أكبر مفسدة الدعم النقدي، لأن بالتالي هيطمع فيه صاحب الملك ولا هيسأل عن المستأجر، وممكن ناخد الدعم النقدي يستخدمه في